اللي يصلي على النبي يكسب. 24 اللي يصلي على النبي حاجه كده. اللي يصلي على النبي يكسب. صلاه دي ايه يا حاج؟ اهو ترسى اهي جايه من ماليزيا من الصين اهو يا جدعان، او دي جايه من اوكرانيا. واللي يصلي على النبي يكسب اهو، بعد ما خربت اهو يا جدعان، بعد ما خربت وباعت فلوسها يا جدعان، بعد ما خربت يا جدعان. واللي يصلي على النبي يكسب، اللي يصلي على النبي يكسب، اللي يصلي على النبي يكسب. ابعت يا رب اللي يصلي على النبي يكسب. هو ايه الفرق بين دول يا حاج؟ دي اسمها سوفت شيل. سوفت شيل؟ اه. اعدلها لنا كده معلش. ايوه. اللي بيها كده. هي تعدل نفسي يا بص. دي بالرسمه بقى، بص الرسمه. بالرسمه؟ كمل. اتفرج على شكل الرسمه بتاعتها. بتعرف ازاي اللي اتذكر من اللي تاه؟ اه اللي تاه اهي، بص كده لون مختلف. لا اتذكر اهي، تعرف عادي. يلا اللي يصلي على النبي يكسب، اللي يصلي على النبي يكسب. خد يا ابني ارفع يا ابني، خد يا حسام، خد يا حسام ارفع. اعزائي المشاهدين ومتابعي موقع بصراحه الاخباري في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد مع نادر ابو شريف مع المعلمه حنان كينج فيش ملكه السمك في سوق الجمعه. احنا النهارده متواصلين معاها وهنشوف ابرز واحسن الحاجات اللي موجوده عندها. صلي على النبي يكسب يا جدعان. هتروح ايه انواع السمك الجديد اللي موجود عندك يا معلم؟ اللي يصلي على النبي يكسب. صلاة النبي تزيدنا مكسب. صلي صلي على النبي. ايه انواع السمك اللي موجود عندك النهارده يا معلم؟ النهارده عندي المؤاخذة، بص عند الشكل ده الوان وانواع واحجام. تمام. عندك اوراتوس اهو. فين اوراتوس ده؟ اللي هو بنقلم علم فلسطين ده. علم فلسطين؟ اه. وعندك سمكه بتنور في الحوض، الجرين تيرن والجرين تكساس. جرين تيرن والجرين تكساس. اللي يصلي على النبي يكسب. ده جرام الامهات. عندك بقى اللاين هيد، اتفرج كده. بص اللاين هيد عامله ازاي؟ بص السمكه فيها كام لون حضرتك؟ شويه سمك ولا كلمه. واللي يصلي على النبي يكسب. صلاة النبي الستة بس. خش يا استاذ. ب 100 يا بيه، ب 100 بس. ب 100 ولا استغلال الحرامية. واللي يصلي على النبي يكسب. تليفون. خش كنت ب 150 وانت ماشي كده. بس انا عايزك في موضوع جامد. عدت عليا. اللي يصلي على النبي يكسب. صلاة النبي زدنا مكسب. بقالك كام سنة في المجال ده يا معلم؟ بقالي 35 سنة. 35 سنة؟ ايوه دي شغلانتي، ماليش شغلانة اللي هي. هي دي بس. عايز اوريك الزيتون الاسود هناك اهو. اتفرج على الزيتون الاسود هناك اهو. ايه رأيك؟ ما شفتوش. فين ممكن؟ عايزين نشوفه طيب. عينك. عايزين نشوفه يا معلم. عينك يا رئيس اللي مستخبي ورا. عايزين نشوفه يا معلم الزيتون الاسود. واحد يا حسام، واحد لون مولي يا حسام. واحد زيتون يا حسام. لون مولي. واللي يصلي على النبي يكسب. اللي يصلي على النبي يكسب. هو ده الزيتون يا حسام؟ شطبنا ولسه بدري يا استاذ، شطبنا ولسه بدري يا استاذ. هات الفايتر اهو يا استاذ اللي بيعيش من غير هوا اهو. ده؟ اه. ايه رايك في الالوان ده؟ بيعيش من غير هوا؟ اه. بيعيش كده في الكيس في باموره. بص. بص من غير اي هوا، من غير ما احط له فلتر ولا اي حاجه اهو. اللي يصلي على النبي يكسب، اللي يصلي على النبي يكسب. على عينك يا تاجر. واللي يصلي على النبي يكسب. ايه اغلى نوع سمك نزلت بيه سوق الجمعه؟ فلاور هورد. فلاور هورد كان كام سعره؟ كان ب 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ حوده مرق ابيض. اه. فين السمك الاسود يا حسام؟ اهو اهو الزيتون اهو يا استاذ. ما تشدش رقبتك اكتر من كده. الزيتون اهو يا استاذ. هات يا ابني. هات هات امسكه. هات هات هات. اتفرج يا ابني على الزيتون الاسود. صلي على النبي مكسبي. اللي صلي على النبي يكسب. ده الزيتون الاسود ده يا جماعه اهو. حبيبي يا ربنا ابعت. اللي يصلي على النبي يكسب يا جدعان. اللي يصلي على النبي يكسب. لسه اتوضى تاني؟ اللي يصلي على النبي يكسب. صلاة النبي تزيدنا مكسب.
اللي ايوه اللي هي الصغيره دي يا معلمه اللي كنت قلت انا في اول البث اللي قد أيوه. قد كف العيل الصغير اهو ايه ب 100 جنيه بس ما نهدي ب 100 جنيه فيها كل الالوان الله يخليك يا اخويا طب دي بتعيش ازاي؟ دي بتعيش كده او بتاكل ايه؟ بتاكل اكل السمك عادي بتاكل اي اكل كان عندي سمك زياده بعته بالمتر وبعته بالكيلو ودلوقتي ببيع بالواحد السمك بيتباع بالمتر؟ اه ان شاء الله اجيبها لكم قد كده بالمتر بالمتر واللي يستنى عندها بيكسب في سمك بيتباع بالمتر؟ بالمتر وبالكيلو والله بعت هات يا حسين ده الزيتون لسه ده استاذ اللي هم لسه ما شافوش ولا صوروا بيه بص السمكه عامله ازاي زيتون اسود سمكه انا اللي مسمياها كده انا اللي مسمياها كده يا بيه عشان دي بتولد في الكيس بتولد في الكيس هتولد دلوقتي في الكيس دلوقتي استناها يعني ان شاء الله واللي يصلي على النبي يكسب بصلاه النبي الزيت ده مكسب واحد الله واحد الله يا مسلم فين السمكه اللي بتنور يا معلمه هنا ايه. دي جرين ديكسس ايوه دي ولا دي؟ ايوه دي المخططه دي جرين ديكسس ايوه جاي عليك اهي حط ايدك كده على الحوض هتيجي عليك حط ايدك كده اعمل كده اعمل كده على الحوض هتيجي عليك على الحوض حط صابعك على الحوض ايوه كده ادي بص بص هي دي صلى على النبي يكسب اللي صلى على النبي دي اللي بتنور دي؟ صلاه النبي تكسب يلا يا جدعان يلا يا جدعان شطبنا ولسه بدري يا جدعان الصلاة على النبي مكسبي اللي يصلي على النبي يكسب الراجل ده عامل معاك الشغل صح على اليوتيوب ومنور الدنيا والله يلا حاج جاي والله بس احنا شايفين معاز محبة الناس بسم الله ما شاء الله عليك يا حاج يعني الناس بتحبك كلها في السوق يا حاج محبة الناس عندي في الدنيا كلها لا وانت باين ان انت بتراضي كل الناس انا ما بتزعليش حد كل الناس وبراضي كل الناس وربنا بيراضيني برضه اللي بيراضي بيتراضى خد في بالك لا فعلا والله فعلا الله يخليك يا غالي ربنا يرضيك يا رب الحمد لله مش هنشوف طب السمكه كده وهي بتبيض عايزين نشوفها بقى لا وهي بتبيض لا انا هفطرها لك مره عشان حرام عليا اه ما ينفعش آه. انت ترضى حد يدوس على بطن واحده حامل اكيد لا يعني صلي على النبي صلي صلي على النبي اللي صلى على النبي يكسب على اكتر المواقف اللي حصلت معاك في السوق مش قادر تنسيها عارف الزبون ده جاي لي منين؟ منين؟ جاي منين؟ حلوان جاي من حلوان؟ اه زبون هو في بص اه انتوا الاثنين جايين من حلوان؟ اه طب ايه رايكم في المعلم؟ جاي لي من حلوان مع ان انا ليا محل في حلوان بس هو جاي لك السوق بس هو جاي للسوق دي محبة ومعزة يقول لك عشان حاجتك حلوة انا ما بزعلوش اللي هو عايزه مدهول أكتر مواقف اللي حصلت معاك هنا ومش قادر تنسيها على مدار ال 35 سنة الإهانة آه. حصلت معاك إهانة هنا؟ آه بس ربنا هو اللي بينسي صح بس الحمد لله الحمد لله بس الإهانة في الشغل مش عيب لا مش عيب طول ما أنا باكلها بالحلال خلاص الحمد لله الحمد لله وأنت لا تقول الحمد لله على إيه؟ الحمد لله الحمد لله على كل حاجة يعني يا عم الحمد لله على كل حاجة يا عم معلش سيبك دعاينا جت في اللايف واحنا بنصور ها اعزائي المشاهدين ومتابعي موقع بصراحه الاخباري في كل مكان نترككم في امان الله وحفظه وكان معكم نادر ابو شنيف من دفا سوق الجمعه من عند المعلمه حنان دمتم في رعايه الله